شيد على التصريح نتاعك في التاسع قلت انك ضد رفع منع الانتي داب. ماهوش خلينا نكمل السؤال وبعد جواب. العباد ما عجبهاش انا ما فهمهاش وحتى لاموك شويه على التصريح هذا. اولا هذا توجه القائمه نتاعكم؟ لا. واثنين هل تفسرنا بالضبط التصريح هذا؟ لا ماهوش توجه القائمه، بالعكس القائمه التوجه نتاعها خاطر عندنا بار بروبليم فينونسي عندنا بروبليم سبورتيف. فالتوجه نتاع القائمه مش هذاك. يمكن بوج مي سوي با بيان اكسبريمي وقتها في التاسعه وتخذيت المخر شويه وقتها في الليل وكان عندي حي زمني قصير شويه مي سوي با بيان اكسبريمي. لكن اللي حبيت نوصله اللي حبيت نعطي له سيناريو زعما بيسيميست في الوقت هذاك اللي الناس لازم تقرا له حسابه خاطر في الوقت هذاك الناس كانت عندها اون سيرتيتود بقيمه 90 و95% من الفلوس باش تخلص قبل الوقت قبل الدات تاع الفانتيا. معناتها في الوقت هذاك بحكم واحد قريبه كاي شويه كاي المعلومات وكل كانت عندي معناتها مش كان انا وحتى برشا ناس اخرى اللي كونه المونتون صعيب شويه باش يتوفر في كله في الفتره هذيك بتاتر اون بارتي دو مونتون تتوفر اللي هي غير كافيه لرفع منع الانتداب. اذا كان ما ترفعش منع الانتداب شنو باش نعملوا؟ انا فيها اليوم معناها يا رياضيا بالجروب هذا بالضبط شفت الكلوب ما عنده وين توصل حتى هذا مش رياضيين رياضيين فنيين الكل. ما هذا واقعنا اليوم. معناتها ما نجموش اليوم نجيو نجيو نغيروه بجوست بالاراده ولا بالامنيه. معناتها ثم واقع اليوم حتم عليك اللي كونك اليوم رياضيا لازمك تواصل الى حد اللحظه هذه قاعد نحكي مازال عندنا اسبوع فهمتني. لكن رياضيا الواقع يحتم عليك اللي كونك باش تواصل بالفريق هذايا وباش تدعمه معنويا كما صار في الاسابيع الاخرى رغم النتائج ما مشاتش في عده مباريات لكن جمهور دعمه كسوا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا بالحضور نتاعه في التمارين وكل خاطر العباد عندها القناعه اللي لو ريسك نتاع عدم رفع منع الانتداب موجود معناتها بنسبه كبيره. فالديسكور نتاعي كان اكثر منه وقتها باش العباد حبيت نوصل ميساج اللي لو ريسك موجود لازم تحطه على الطاوله ويزمك تاخذه بعين الاعتبار بجديه. معناتها لو ريسك نتاع عدم منع الانتداب دوبوي اموا هذا الشهر التالي اكثر من لوبورتونيتي كونك تنحي الانتداب. فهمت الوركو في الوقت هذاك اكثر الناس هذا اليوم زادت كبرت اكثر البورسنتاج هذا بالضبط. ان شاء الله توا كما قلت لك معناتها السعي بتاع الهيئه التسييريه بالتعاون نتخيل مع بالتعاون مع كيف مكونه نادي وخاصه بالتعاون مع الجماهير في الوقت الحالي الناس قاعده تسعى باش معناتها باش تلم معناتها ان بون مونتون اللي ينجم يعاون النادي الافريقي لرفع منع الانتداب وللتخلص نهائيا من الملفات تاع النزاعات الموجوده حاليا لدى الفيفا. معناها ما عندكمش الموسم هذا ما عندكمش اهداف رياضيه. جست تخرج الفريق من السيتياسيون هذيك. الهدف اليوم ست ان اوبجيكتيف كومان عند النادي الافريقي الكل. ما جابش يكون عند الهيئه هذيا ولا غيرها من نتخيل اي كلوبيس نتخيل عنده زوز اهداف اليوم هو خلاص النزاعات نتاعك مع الفيفا واعاده مع ترتيب البيت في فرع كره القدم لتحسين النتائج شويه وتحسين الوضعيه الرياضيه شويه نتاع الفريق. ما تنجمش تكون عندك اهداف اخرى في الوقت. علاش تبدل المدرب مال؟ علاش تبدل المدرب؟ رؤيه كانت موجوده لكونه ينجم يكون سي منصر الوحيشي هو بحكم معرفته بالناس اللي قاعده اللي سواء في الهيئه التسييريه ولا الناس اللي بوتنسيلمون باش تقدم في القائمه بعد كما قالها المره اللي فاتت المثل الوسلاتي باش يكون فما تشاور مع الناس اللي مزعم باش اللي عندها النيه باش تقدم في لتسيير النادي الافريقي. الرؤيه اللي كونه اول شيء لا كوميونيكاسيون نتاع منتصر مع اون انترن معناتها مع الناس اللي بروبابلمون باش تقدم هما احنا سهله برشا للامانه ما عندناش حتى مشكل بس قيس العقوبي معاه وهي فرصه باش واحد يشكره على المساج نتاعو اللي عطاه تري بوزيتيف في اخر التجربه نتاعو نهارتها في الفيستير وعلى الفور اللي عامله معنا في الاسابيع وضعيه صعيبه برشا تحط فيها هو. اليوم فما ستاج نتخيل معناتها مع منتصر معناتها العمليه تعاون برشا معناتها كما قلت لك فما معناتها ثم كيفاش نقول معناتها مش تفاهم ولا مفاهمه لكن معناتها ثم اختيار تختار معناتها ان اونترونور كي كونفيان للفيزيون تاع هيئه باش تخدم.